هنعمل إنشاء للمشروع. أول حاجة هندخل على الدي وندخل على الزامب. أول حاجة نفتح السيرفر بتاعنا ونخش على زامب كنترولر. هذا الشاشة اللي هي كنترول بانل بنعمل ستارت الأباتشي وستارت الماي اس كيو ال. طب احنا بقى مش كل مرة ندخل على المسار ده، احنا عايزين نعمل شورت كات للزامب كنترولر، فهنعمل سند تو ديسكتوب كريت شورت كات. طيب هنخرج بره ونشوفها في الديسكتوب، هنلاقيها بقت موجودة هي دي بالظبط. طيب ندخل بعد كده على البراوزر ونكتب كيك بي اتش بي دوكيومنتيشن عشان نشوف ازاي ان احنا نعمل انستول للكيك بي اتش بي ونعمل كرييت بروجكت. ندخل عليها اللي هو book.kbhp.org ونخش اول حاجه على السكشن اللي اسمه انستوليشن. طبعا هو بيقول لي هنا كيك بي اتش بي سيستم ريكويرمنت يعني المتطلبات. هو اول حاجه بيقول لي http server اللي هو اللوكال هوست اللي احنا عملناه. بعد كده بيقول لي ان البي اتش بي سبورتد لحد 8.1 واحنا منزلين الفيرجن 8.1. بعد كده بيقول لي بعض الاكستنشن المهم انها تكون متعرفه، هي باي ديفولت متعرفه ولكن بيديني ورنج هنا بيقول لي الانتل اكستنشن مش على طول متعرفه او مش باي ديفولت بتبقى متعرفه. فاحنا دلوقتي هنعرفها بمنتهى السهوله. هنخش على الكنترول بانل، بعد كده هندخل على الكونفيج، بعد كده php.ini. الملف ده حساس مهم جدا ان احنا ما نعملش فيه اي تغيير. هنعمل بحث بس على انتل اللي هي الاكستنشن دي، هنعمل كنترول اف يعني هنعمل فايند او هنعمل سيرش وندوس انتر على انتل جبناها. هو الاكستنشن ده مظبوط تمام، هو مش متعرف لان في سيمي كولوم، هنمسحها بس سيمي كولوم ونعمل فايل سيف او كنترول اس ونقفل الملف خلاص. على كده كده احنا عرفنا الانتل. عشان تتعرف نعمل ستوب للكنترول بانل او السيرفر وبعد كده نعمل ستارت مره تانية عشان يتعرف الاكستنشن اللي احنا عرفناه. هنا بيقول لي في طبعا داتابيس اكتر من نوع داتابيس، يعني احنا بنستخدم الماي اس كيو ال والباقي دول احنا مش بنستخدمهم، ولكن دي ميزه قويه ان هو بيتعرف على انواع كتيره من داتابيس. طيب نيجي على الجزئيه الثانيه اللي هي المهمه جدا، انستولينج كي بي اتش بي. هو اول حاجه بيقول لي اتاكد من بي اتش بي فيرجن، فهنعمل كوبي للكوماند ده ونفتح الفيجوال ستوديو كود، نعمل نيو ويندو. تمام بعد كده هنخش على التيرمينال او اللي هو السي ام دي، بس احنا بنستخدم التيرمينال بتاع البراوزر افضل، ونعمل بيست للامر اللي هو بي اتش بي داش في. هو جاب لي ايرور هنا بيقول لي نوت ريكوجنايزد يعني مش متعرفه البي اتش بي. طيب احنا بنعرفها بسهوله جدا، بنروح عند الانفايرمنت سيستم انفايرمنت، لو كتبت اي ان هي بتظهر على طول، لو ما ظهرتش هكتب اي ان في فبتظهر على طول. تمام وبعد كده بندوس على انفايرمنت فاريبلز، وبعد كده بندوس على الباس دبل كليك، وهنا هنعرف الزامب او البي اتش بي اللي داخل الزامب عندنا. ندخل بقى على الزامب اللي احنا حاطينه في الدي، ما اعرفش انت حاطه فين، في اي مكان انت بتدخل عليه. وين ادخل على الزم، بعد كده الاقي فولدر اسمه بي اتش بي. تمام هدخل عليه وهاخد المسار ده كوبي من فوق كده كوبي، وهروح عند الانفايرمنت اللي انا فتحتها، هعمل نيو وهعمل المسار ده بيست اللي هو اتاكد ان انا عامله صح، وبعدين ادوس اوكي اوكي وارجع تاني ادوس اوكي. تمام هقفل بقى البراوزر ده او هقفل الترمينال ده وبعدين افتحه تاني عشان اشوف البي اتش بي فيه اتعرف على البي اتش بي ولا لا. استنى لحد لما يحمل، حمل تمام، اكتب بي اتش بي داش في، هو كده اتعرف عليها تمام وقال لي البي اتش بي بتاعتك 8.1 كلام مظبوط جدا. تمام يبقى دي اول خطوه في الدوكمنت انا عملتها، عرفت البي اتش بي فيرجن. تمام عرفت ان 8.1 وسبورت بكل حاجه تمام. طيب نيجي نخش على تاني خطوة، نستول كومبوزر. كومبوزر ايه لازمته؟ كومبوزر ده هو اللي بيساعد في كرييت البروجكت، وهو اللي بيساعد ده طبعا رقم واحد، وبيساعد في كرييت كمان اللايبريز او البلاجنز. نخش على موقع الكومبوزر وبعدين بنعمل داونلود
وبعدين هيقولك download and run composer setup.exe، ندخل عليها. في كذا طريقة بس أنا بحب أحملها بالطريقة اللي هي العادية جدا، اللي أنا سطب برنامج. هو برنامج عادي جدا بسطبه عادي، أقول install for all users، هعمل next. بس قبل النكست هنا هو بيقول لي البي اتش بي دوت اكس اي لفين، فهو باي ديفولت تتعرف مفيش مشكله، ولكن لو ما تعرفش هنا وحصل مشكله بضطر ان انا اعرفه بطريقه مانوال ازاي. هدوس على البراوز واروح عند الزامبل اللي احنا عرفناه في الدي، وبعد كده ادور على البي اتش بي، وبعد ادور على البي اتش بي دوت اي اكس اي وادوس دبل كليك عليه. لو ما تعرفش بعرفها بالطريقه المانوال، لكن هو باي ديفولت زي ما انتم شايفين بيبقى معرفنا. هو نيكست انستول واستنى لحد ما يخلص، نيكست فينش. كده خلاص انا عرفت الكومبوزر، يبقى دي الخطوه الثانيه ان احنا عملنا انستول الكومبوزر. الخطوه الثالثه بقى ان احنا بنكريت المشروع دايركت. هناخد الامر اللي هو كرييت ده، ناخده كوبي ونروح عند المكان اللي احنا عايزين ننزل فيه المشروع. اي مكان عايز تنزل فيه مشروع مفيش مشكله، انا عايز انزله في مكان معين في فولدر معين، بعمل فولدر جديد واكتب اي حاجه سورس كود ده مكان المشروع، وهعمل فايل هنا عشان هو ده مكان السورس كود بالظبط. بس ساعات بيبقى فيه مشكله ان الكلام بالعربي اللي انا كاتب اساسيات الباك اند كذا كذا بيبقى فيها مشكله، فانا هحولها للانجليزي عشان ما يحصلش مشكله. اخليها مثلا باك اند ليفل 1، غيرت بس الاسم الانجليزي عشان المسار ما يبقاش في عربي ويحصل مشكلة في الترمينال. خش على السورس كود واخد ده كوبي، المسار ده كوبي، وافتح بقى المسار ده داخل هنا. ماشي، داخل الترمينال بقول دي لان هو ما عمل لي سيلكت للسي، واقول له سي دي واخد المسار كوبي بيست واقول انتر. هو كده فعلا دخل على الفولدر اللي انا عايز انزل فيه السورس كود. طيب انا بعمل تكست ليه؟ عشان اخد الامر اللي احنا خدناه ده، انا هشيل الاربعه اللي هو كاتبها الفيرجن ده، انا مش هحدد فيرجن عشان ينزل لي باي ديفولت اخر فيرجن، وده اسم الابلكيشن هحط فيها اي اسم، انا هسميه امبولي على نفس اسم البروجكت او الداتابيس. ممكن اخد الاسم كده عشان اتاكد من المعنى الصحيح والسبيلنج الصحيح، كنت عامله غلط. تمام، واخد الامر ده كوبي واروح ارجع تاني للترمينال واتاكد ان انا داخل المسار بتاع المشروع، وادوس انتر عشان يحمل او يكريت البروجكت. هو بينزل لي 4.4.2 مش 4 بس، اخر فيرجن. طيب هو بعد ما خلص خالص بيقول لي انت عايز تعمل بيرميشن، بقول له يس، وعمل لي ابديت وخلص لي كده كل حاجه خاصه بكرييت بروجكت. لو انا دخلت اهو دي فولدر كريت اسمه امبولي، لو كنت دخلت عليه هو ده البروجكت او السورس كود اللي اتكريت. طيب هنبتدي ان احنا نعرف السورس ده، او نبتدي ان احنا نفتحه في البراوزر عشان نبقى شايفين كل حاجه نعرف نعدل عليها بسهوله. فندخل على البراوزر مره تانيه وندوس فايل، او ندوس العلامه دي، ندوس فايل واوبن فولدر، وبعدين احدد المشروع اللي هو داخل الدي، هدخل عليه. طبعا في المكان اللي انت ضايفه فيه تروح عليه، انا ضايفه في كذا فولدر بطريقه يعني انا عارفها، سورس كود، وبعدين وصلت للسورس ادي اي فولدر وبدوس في الاخر سيلكت فولدر. هو بيفتح لي كل السورس كود او كل ملفات المشروع ناحيه الشمال هنا، ودي الطريقه الجميله اللي بينظم لي فيها الاديتور الملفات بتاعه المشروع. طب انا يهمني جدا اهم حاجه دلوقتي فولدر اسمه الكونفيج، هدخل عليه، وبعدين اب اندرسكور لوكال همسح الملف ده لان انا مش هشتغل بيه، انا بشتغل على الاب دوت بي اتش بي. هو بالظبط نفس الملف ولكن ده بيشتغل على اللوكال، فانا همسحه عشان اشتغل على الاب دوت بي اتش بي دايركت، لان طول ما هو موجود اللوكال ده يبقى ايه هيلغي الملف الاصلي ده. طيب اول سطر هنا او سطر رقم 19 حاجه مهمه جدا الديبج،
الديبج تايم فولس معنى كده مش هيظهر لي اي ايرور، فانا خليتها ترو لان انا لسه في مرحله الديفلوبمنت. بعد ما اخلص خالص واجي ارفع هخليه فولس. هنزل تحت شويه هلاقي السكيورتي، والسكيورتي سالد ده مهم جدا ان احنا نحط اي سكيورتي. هنعمل شيفت واو اللي هي الكوما دي، وبعدين نعمل شيفت طه اللي هي سنجل كوتي، هيعمل لي الكوتي اللي فوق دول اسمها سنجل كوتي، واكتب اي كود او اي شفره لان دي شفره خاصه بالمشروع الجديد اللي انا عملته. باي ديفولت ما بتبقاش موجوده، انا اللي بعملها او بكريتها. حط اي رقم صعب كده او اي سترينج صعب. خلاص انا حطيت سترينج تمام. هنزل تحت تاني شويه، مش هحتاج الكاش في حاجه، مش هحتاج الايرور، مش هحتاج الايميل ترانسبورت ولا ده. هخش على الداتا سورسز دي مهمه جدا داخل الديفولت. ابتدي ان انا احط السترينج اللي اعرف الداتابيس واعرف الهوست، فهكتب هوست واقول هنا لوكال هوست طبعا يساوي السهم دي، ممكن اخدها كوبي من فوق او ممكن اعمل علامه اليساوي بعد كده شيفت زين اللي هي سهم، وبعد كده سنجل كوتي واكتب هنا لوكال هوست وبعد كده كوما شيفت واو. طبعا الرموز دي في الاول بتبقى صعبه شويه بعد كده تبقى سهله. طب انا عملت ايه عشان اعمل كوبي للكود ده؟ بعمل الت شيفت سهم لتحت دي كده اختصار، او ممكن اخدها اعمل عليها سيلكت بالماوس واخدها كوبي. طيب بعد كده دي يوزر نيم، بعد كده دي باسورد، بعد كده دي داتا بيس. ابتدي ان انا احط بقى ايه هنا عشان اشغل في اللوكال هوست، فانا اليوزر نيم عندي باي ديفولت بتبقى روت، والباسورد ما فيش باسورد ده في اللوكال هوست بس، والداتا بيس هي اسم الداتا بيس اللي انا كنت بعمل لها تحليل في البي اتش بي ماي ادمن. اروح للبي اتش بي ماي ادمن مره تانية عشان اخد نفس الاسم كوبي بيست، لان الحرف بيفرق جدا. تمام هاخد اسم داتا بيس امبوليز، خدها كوبي واروح اعمل بيست في الداتا بيس. انا كده خلصت الكونفيجريشن بتاع المشروع، ممكن افتحه عادي جدا بس محتاج ان انا اعمل كومنت سيرفر. انا كده خلصت، عملت سيف كنترول اس او فايل سيف. هرجع تاني للدوكيومنتيشن تحت كده، خلاص كل ده تمام. هاخد بي هاخد السطر ده اللي هو بيفتح سيرفر بين سلاش كيك سلاش سيرفر، واتاكد ان انا داخل مسار المشروع زي ما هو موجود في التيرمينال كده، واعمل بيست. هو كده بيفتح سيرفر، هو تمام كده بيقول لي سيرفر از رانينج، واداني الدومين بتاعه او اداني البورت بتاعه. فانا ممكن اخد كنترول سي، لا كنترول سي عمل ايه دلوقتي؟ كنترول سي قفل السيرفر، فانا هرجع افتح سيرفر تاني ومش هدوس كنترول سي، هدوس كنترول شيفت كليك عشان يفتحها على البراوزر. دلوقتي حاليا هو بيفتح لي المشروع بالفعل كده، هو فتح المشروع وقال لي ويلكم، ودي الصفحه الافتتاحيه او الترحيبيه، ودي الاكستنشنز وكل المكاتب كل حاجه تمام. الانتل اتعرفت، كونكت مع الداتابيس وكل حاجه تمام. اخضر لو انا روحت كده غيرت اسم الداتابيس، كتبتها اي اسم غلط وعملت ريفريش، هيقول لي ان في مشكله في اتصال مع الداتابيس. هرجع تاني واعمل سيف وارجع الاسم زي ما كان، اعمل ريفريش كده تمام.